نتابع الآن احتراق محاصيل الحنطة والشعير في جلولاء بمحافظة ديالى، حيث تحدث أحد المواطنين أنه رغم إرسال المنشدة إلى مديرية الناحية ومركز المحافظة للمساعدة في السيطرة على الحريق إلا أنهم لم يتلقوا أي دعم، مما أدى إلى احتراق أكثر من 4000 دونم بحسب قول المتحدث. فنشاهد. حريق ما أدى إلى كافة محاصيل ناحية جلولاء، أكثر من حرق لا يقل عن 4000 وناس متضررة، وعدم استجابة الجهات المعنية من الناحية ومجلس بلدي والمياه لعدم حضورهم في الحريق. الحريق من 9 الصبح ولحد الآن قدام البرج تشوفون، لحد الآن ماكو استجابة، بلادي وهجت ورفت بيوتها وما حد لبالهم طلب، والعلم انه انطوا نداء للمحافظة وانطوا نداء للناحية ورادوا بس احد يستجيب لاطفاء النار، ومثل ما تشاهدون الناس تاكل بالزرق والفلح واقفة تحت على محصولها جاي يروح.